رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة، ويفضل جسر منور يوصلنا بمجالس العلم ونفضل في حضرة مولانا سبحانه وتعالى، لعسى أن يكون ذكرنا في الملأ الأعلى يا رب العالمين. يا رب من علينا دايما أن احنا نكون في مجالس العلم بفضل صحبتنا لحضراتكم. ومعانا أول سؤال النهاردة أستاذ إسلام الأليوبية. السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ علي صوتك. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ اتفضل يا استاذ اسلام. ازاي حضرتك؟ نعم وفضل الحمد لله. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ كل سنه وانت طيب، كل سنه ومصر كلها طيبين. كل سنه وحضرتك طيب وبصحه وبسلام وبنعمه وفضل يا رب علينا وعلى كل المسلمين. اللهم كل امين امه مصر كلها يا رب، وامهاتنا يا رب العالمين يا رب يا رب. بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، كان عندي استفسار كده عايز استفسر حضرتك عليه. اتفضل. انا دلوقتي اشتغلت هو في انت كنت بتهني، معلش كنت سامع، كنت بتهني كمان امهات مصر، الامهات المصر طبعا والامهات المصريين كل سنه وهم طيبين بمناسبه عيد الام. طبعا طبعا طبعا. كان عندي يا فندم سؤال يا سياده الشيخ عايز استفسر عنه، اذا كنت هل ينفع ان انا اعمله ولا ما ينفعش؟ اتفضل يا حبيبي. دلوقتي يا شيخ في انا اشتغلت في شركه اسمها انترناشونال، تمام؟ ايه اتفضل. الشركة ديت انا قالوا لي ان انا ليا مرتب بس ان انا اجيب لهم ناس، والناس ديت كان بيجي بيتصب عليها تاني كده. ايه ايه انا الشركة دي يا فندم كانت بيتنصب على الناس، تمام؟ طيب كويس. فالناس وانا كنت من ضمن الناس اللي انا بجيبهم، كان يعني الناس كنت بجيب ناس والناس دي يعني دوت شكل من اشكال التسويق الشبكي او التسويق الهرمي وكده، وانت بتجيب ناس، بتجيب عندك ازرع فبتجيب الناس. ايوه بس انا ما كنتش اعرف. طيب وبعدين كمل. تمام. فهل دلوقتي هل انا اشيل معاهم في الوزر دوت ولا ما اشيلش؟ حسب انت كنت، ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكروه علي. ما انا في حاجتين. اسمعني طيب، اسمعني طيب، عشان بس الكلام مش ليك بس يا اسلام، ليك ولكل شباب، كل الشباب. لان المساله دي الشركات دي كترت قوي. وهقول لك حاجه، احنا اول ما طلعنا الفتوى بحرمه مثلا التسويق الشبكي، الناس قامت وما قعدتش وقالت بتعملوا كذا ليه؟ قلت لهم يا جماعه ما فيش حمايه قانونيه لو اتنصب عليكم. كان ساعتها اول شركه، كانت شركه صينيه كده، مش هقول اسمها. ايه اللي حاصل؟ اسمها شان حتى. فايه اللي حاصل؟ وكانت اول نصبايا، قلنا لهم يا جماعه الحكايه مش كده. قالوا انتوا عشان مش عايزيننا نتخلص من عبوديه ال العمل في الهياكل الإدارية. إيه يا جماعة في واحدة واحدة بس، ده احنا اتحررنا. فقلنا لهم لا، المسائل دي مليئة بالنصب، مليئة بالنصب، فخلوا بالكم. فمحدش يريد سمعنا. أدي النتيجة هو. أنت بتسألني هل هيكون لي نصيب في ده؟ في حاجتين اللي أنا بتكلم علشان وقلت الكلام ده علشان. أول حاجة إن أنت تكون ما بذلتش المجهود اللي مفروض تبذله في مسألة ان انت تتحرى. فأول حاجة لازم تتحرى، فإذا انت كنت تحريت خلاص. حاجة تانية ان انت ما تكونش كنت بتخدع الناس دي، فتكون انت غدرت بيهم، ومن غشنا فليس منا. فإذا كنت انت أصلا مغدور بيك، وإذا كنت انت مخدوع زيهم، لا ما عليكش اسم. يبقى حاجتين، التحري، واحنا بنقول كل الشباب اهو تتحرى في الشركات اللي من النوع ده. تتحرى يعني ايه؟ لازم نشوف الشركه دي بتعمل ايه، ولازم نشوف الشركه دي ليها ترخيص ولا لا، لازم نشوف هل في حمايه قانونيه ولا لا، والحاجات دي كلها لازم نشوف. لو كانت بتشتغل بقى بالتسويق الشبكي اللي احنا بنتكلم عنه، لا ما تروحش ناحيتها. ليه؟ لان ادينا شايفين كل يوم بعد يوم ايه اللي بيحصل من الكوارث، وإزاي الشباب بيضيع أعمارها وبيضيع وقتها وبيضيع أموالها في الأمر ده. فأنت لو كنت تحريت وفي نفس الوقت ما كنتش تعرف، لا ما عليكش أي إثم، حتى ولو الناس نصبوا عليهم، لأن أنت هتكون مغدور بيك زي ما هم اتغدر بيهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ شباب المسلمين، ويحفظ أموال المسلمين من الضياع، وأن هم يكونوا على الوعي الكافي بأن هم ما يقعوش في براثن هذا الشكل من أشكال النصب الحديث. معانا الأستاذة أميرة. ألو. أهلا وسهلا أستاذة أميرة، اتفضلي. ازي حضرتك، عامل إيه؟ نعم وفضل الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا فندم. والله يا فضيلة الشيخ أنا عايزة أقول لحضرتك عن حاجة تخص والدتي. اتفضلي.
ويا ريت حضرتك يعني تجاوب عليها تطمنها وهي سامعاك دلوقتي. اهلا وسهلا بيك. هي متجوزه والدي بقالها 40 سنه دلوقتي، بس هو مش بيساعدها في اي حاجه، مكبر دماغه خالص، بيشتغل مثلا يصبي فلوس من وراها يقول لها مش معايا، يفضل اي حاجه عنها. هي تعبت، هي مريضه ضغط سكر وقلب، تعبت شغاله شغل حتى ما يناسبهاش بس شغاله عشان خاطر تمشي الدنيا، وهي كل حياته يعني بيفكر في حاجات ملهاش اي لازمه، وبيطلب منها حاجات سنة ان هي ما ينفعش تعملها، يعني بمعنى صح بيطلب حاجات لمزاجه بس. هي تعبت مش عارفه تعمل ايه معاه، تقول له طب انا اولى ولا لا انا مزاجي اولى، فهي مش عارفه تعمل ايه معاه، وطالبه من حضرتك ان انت تقول لها تعمل انا مش ايه عارف. معاه. أمير انا عايز اقول لك حاجه، في الكلام عايز اسالك سؤال، يعني انا عايز اسالك سؤال، باعتبار ان هي جنب حضرتك، هل هي مكسوفة ان هي تسأل؟ هي اللي عايزة تسأل. طيب ما انت اللي بتسألي عن، انت اللي بتسألي مكانها. ايوه هي مش عارفة انا بقول كده ليه؟ عارفة انا بتكلم على لسانها. طيب اما انا عارف، عارفة انا بتكلم ليه؟ لان انا كنت املي يا بنتي تفضلي اميرة كده ومالكيش دعوة بالاميرة، يعني تفضلي من غير ما تدخلي في المشاكل دي، مشاكل بابا وماما. يعني كان ده املي، اما وانك انت خلاص اتحطيتي في وسط المشاكل دي، فانا كان امل ان انت ما تتحطيش في وسط المشاكل دي. اما والكلام اللي انت بتقوليه بقى، البخل بلا شك، البخل دوت اذا كان البخل ده بيترتب عليه منع حق الاولاد في النفقه ومنع حق الزوجه في النفقه، فده اسم وده ظلم وده كبيره، وما ينفعش ان الواحد يعمل كده. اذا كان كمان هي كمان عندها عدم قدره على القيام باي شيء، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هي مش مطالبة ان هي تعمل كده، بس هي المشكلة ان هي تكون قادرة كده بس نفسيا ان هي مش راضية. فانت لو بتسأليني نعمل ايه، اول حاجة لازم ببساطة خالص ندور على حد والد حضرتك بيسمع كلامه وبيحبه ويخليه يقعد معاه قعدة حقيقية، ويا ريت يكون من المقربين اليه من الأسرة مش بره الأسرة، ويكلمه عشان نخرج من الحالة اللي احنا فيها دي. طيب بعضكم هيقول هو، او حضرتك هتقولي هو بعد 40 سنه جواز حد ممكن يتغير؟ ده دلوقتي عنده كذا و60 سنه، هو ممكن كده يتغير في الوقت ده؟ ربنا كريم واحنا علينا ان احنا نبذل المجهود اللي نقدر عليه، ويا سلام لو هما الاثنين يقدروا يجونا عشان نتكلم معاهم، لان المداخل بتتعرف واحنا بنسمعهم هما الاثنين بيتكلموا ليه. يعني ممكن يكون هو مش قاصد ان هو يبخل، لكن هو بيمنع الفلوس انتقاما من حاجه هي عملتها، او ان هي مش محسساه ان هو مالي عينيها، او ان هو مش راجلها، وان هو في الحقيقه قاسى عليها وتعبها والمها وبيوجعها. فالسبب الحقيقي لازم يظهر الاول عشان نصلح المساله دي، لكن اول اجراء لازم نعمله لازم نقعد قعده من حد يقدر يفتح قلبه عشان يعمل حل. الكلام ده في غايه الاهميه، لو ما عملناش الكلام ده مش هنقدر نعمل ده. ولعل دوت احد التطبيقات من فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، يبقى احنا لازم نشوف حد حكيم، نشوف حد حكيم يكلمهم عشان يقدر يقرب المسافات بينهم، لكن مش هنقدر نعمل حاجه من غير ده. ماشي، ده شيء مهم جدا جدا. خلاص يا ست اميره، اما انت بقى فحاولي على قد ما تقدري ما تدخليش أكتر من كده في المشاكل، وتلتزم الدعاء ليهم بأن ربنا يوفقهم ويهديهم إلى سواء السبيل في كل ركعة من ركعات صلاتك. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيوفق ويجعل الخير كله إن شاء الله. معانا أم عبد الرحمن. السلام عليكم. تفضلي يا أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. 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 عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا فندم. ربنا يبارك لك ويسعدك يا شيخ. وفيك يا فندم، تفضلي. والله يا شيخ بص انا عندي سؤال بس بسيط. اتفضلي. انا متجوزه بقالي يعني 28 سنه 29 سنه. بس جوزي اتجوز عليا يعني بعد 16 سنه جوازي. يعني انت اتجوزتي وانت عندك 29 سنه وهو وبقالكم 16 لا. سنه؟ ايه؟ انا متجوزه بقالي 29 سنه. طيب يبقى انت متجوزه بقالك 29 سنه وهو اتجوز عليكي بعد 16 سنه. طيب اتفضلي. تعبت في البيت وشقيت وشلت والدته وشلت والده
وبعد كده اتجوز عليا. طيب فين السؤال؟ عايشين مع بعض يعني في البيت، احنا عايشين يعتبر مع بعض في البيت. يعني هو الزوجة الأخرى عايشة معاكي في نفس البيت؟ أيوه. في نفس البيت ولا نفس الشقة؟ في نفس البيت. ما هو بيت يعتبر بيت عيلة. طيب فين السؤال بقى يا حاجة أم عبد الرحمن؟ أنا استحملت واستحملت حاجات كتيرة قوي في ابن الشيخ، ولقيت بقى ضرتي دي بعد كده بدأت تتحكم فيا وبدأت تتعامل عليا. لو كلمت جوز الأهل اتدخل في الكلام زي ما كل محامي هي بتدافع عني. طيب انا بقى سيدنا الشيخ يعني يعتبر دلوقتي ماليش اي لازمه في البيت، ولا اي بيستشيروني في اي حاجه، ولا اي حاجه يعملوني عليها. كل حاجه هي بايديها، حتى الاكل والشرب بايديها، كل حاجه هي بايديها، وعايزه تتعمل ان هي لها السلطه للبيت. طيب وكل ده جوزي عاجبه، خلايف اتدخلوا قالوا له كده حرام وكده غلط، برضه مفيش فايده. طيب هي اكيد حماتك موجوده؟ لا متوفيه، ده متوفيه من قبل ما جوزي اتجوز. طب مين بقى انت قصدك ان هي بتتحكم في بيتك انت، فيك انت وفي شقتك انت؟ ايوه وفي شقتك انت. طب وبتسمحي لها ليه؟ ما هو بقى جوزي يعتبر اللي اداها السلطه على كده. اداها السلطه ازاي؟ يعني انت لما تحبي تطبخي حاجه بتيجي تقول لك ما تطبخيش ده؟ لا بتقول لي ما تعمليش اي حاجه في البيت. يعني ايه ما تعمليش اي حاجه في البيت؟ انا مش فاهم يعني ازاي ليها سلطه عليكي. يعني هي بتيجي تدخل الشقه عليكي؟ يعني اسمعي بس يا حاجه ام عبد الرحمن، يعني هي بتيجي تتحاكم ولا انت اصلا موجوعه ان هو متجوز واحده تانية وبيهتم بيها على حسابك انت؟ لا والله لا، مش حكايه اهتمام اصلا. امال ايه؟ اصل انا مش متصور دلوقتي ان ام عبد الرحمن بتكلمني دلوقتي ان جات واحده دلوقتي دخلت عليها الشقه فقالت لها انت تعملي كذا. حضرتك ده هو بيت يعتبر ارياف وغيط والكلام ده يعني. طيب فهي فهي انا بقعد في الغيط على طول. طيب هم هي قاعده في البيت على طول، يعني ان هي بتعمل كل حاجه يعني. طيب يبقى انت شايفه ان هي بسبب علاقتها بالناس يعني كوشت على قلوب الناس، وكوشت على كمان على البيت، صح كده؟ سلايف اتدخلوا وقالوا لجوزي كده حرام وكده غلط، لازم يكون في عدل في كل حاجه. طيب قال لهم لا انا سايبها دي في الغيط علشان مثلا ترتاح، بس انا مش مرتاح، انا لا انا وشي اتحرق من الشمس وتعبت. طيب يا ستي بصي يا ام عبد الرحمن هقول لك، انا هسالك سؤال بس بعد اذنك. اتفضلي يا ام عبد الرحمن. احنا كمان يعني انا المفروض ان انا اعيش معاها ولا اعمل ايه؟ طيب اجاوب عليك يا ام عبد الرحمن، كويس ان انت سالتيني السؤال ده. انت من حقك ان انت تعيشي حياه مستقله ومنفصله عن ان انت تعيشي في البيت ده. يعني من حقك اذا كان جوزك قادر يجيب بيت تاني تعيشوا فيه منفصلين، ده من حقك. المساله ان انت ما يكونش هو قادر على ان هو يعمل ده، فاذا كان مش قادر ان هو يعمل ده فعليه ان هو يعدل بينكم، وعليه ان هو يكون راجل يتعامل معكم برحمه انتوا الاثنين، فعليه ان هو يحاول بقدر الامكان ان هو ما يخليكيش تعملي العمل الشاق اللي انت بتقولي بعد الشر، يعني انه حرق وشك بعد الشر. ربنا يحفظك ويحفظ صحتك وعافيتك يا رب. فالحل ببساطه خالص ان انا بقول له هو اياك تظلمها، اذا ظلمتها هذا ظلم وهذا تضييع. وحضره النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الاثم ان يضيع الرجل من يعول، فما يجوز ان انت تعمل ده، واتق الله فيها وحاول بقدر الامكان ان انت تحاول بقدر الإمكان أن أنت ترحمها وتجعل قلبك يصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى بأنك أنت لا تكلفها ما لا تطيق. فاتق الله في زوجتك لأنك ستحاسب أول ما تحاسب على هذه المرأة. يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة عن الخوف الزائد على الأولاد، أنا كمان عايزكم كمان تخافوا على بعض. لازم تخافوا على بعض، بس ما تخافش خوفنا خوف زائد. عايزكم تخافوا على بعض بمعنى أن أنتوا تأمنوا بعض. السؤال الأخير ده وجع قلبي، إذا كنت أنت مش قادر تدير حياتك مع زوجتين فاتق الله سبحانه وتعالى. وأنا بقول يا ناس إذا ما كانش كل واحد فينا هيبقى أمان التاني، إزاي هو هيذوق حلاوة الإيمان؟ خليكم أمان لبعض عشان تذوقوا حلاوة الإيمان. أحلى حاجة توصل الإيمان لقلبك هو أن أنت تحس أن قلبك ما يطقش أن هو يأذي حد. يا رب اجعلنا دايما في أمانك، واجعل قلوبنا رقيقة لا يمكن
أن تكون أبدا في ضيق أحد أو في أذى أحد أو في أذى أحد. واجعلنا يا رب تكون علامة إيماننا أن نكون أمانا لغيرنا. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، إلهمنا وأمد قلبنا بالرقة والمحبة والمودة لأهلنا ولكل من حولنا. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، رحمتك بنا واجعلنا من الراحمين يا رب العالمين.